على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك بمن عبادك الصالحون وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد
وأن تدخلني في كل خير. أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء. أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير. أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء. أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير. أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء. أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم.
اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ربي صل على محمد. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله ربي وأسلم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. إلهي سجد وجهي الباري الفاني لوجهك الباقي الدائم، يا لطيف كم عطف الله. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى آل بيته الصالحين، السلام عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم أيها الأخوات أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. يا ريت لو تخلون المعايدة بعد الخطبة، بعد الخطبة جزاكم الله خير، خلوا المعايدة بعد الخطبة.
خلوا المعايدة بعد الخطبة رجاء رجاء تفضلوا استريحوا استريحوا صلوا على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نقف بهذا اليوم موقفا يتسق تماما ويتماشى مع موقف حجاج بيت الله الحرام. يجتمع المسلمون على اختلاف أقطارهم بلدانهم مذاهبهم حالاتهم المعيشية قناعاتهم المختلفة أشكالهم المختلفة قومياتهم أعراقهم كلهم يجتمعون على صعيد واحد وفي شعيرة واحدة. نحن نقف هذا اليوم لنعبر وفي الحقيقة موقف المسلمين في الأضحى حتى من هم خارج الحج موقفهم يتماشى مع موقف حجاج بيت الله الحرام كي يكون لهذه الرسالة التي يؤديها حجاج بيت الله الحرام كي تكون هي أراد لها الله عز وجل أن تكون هي رسالة الإسلام هي رسالة الدين أن يكون الناس كلهم متفقون متحدون في محبتهم لبعضهم الآخر قريبون من بعضهم الآخر يتفهم بعضهم البعض الآخر ينسجم بعضهم مع البعض الآخر رسالة الحج هذه. وإلا لماذا يقف المسلمون كلهم على اختلاف مشاربهم اختلاف أعراقهم اختلاف أديانهم وطوائفهم يقفون موقفا واحدا ويؤدون شعيرة واحدة؟ في الحقيقة هذه هي رسالة الإسلام وهذه هي رسالة الدين. وأي سلوك آخر أو اعتقاد آخر يخالف هذا الاعتقاد الذي أكدت عليه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أكد عليه القرآن أكدت عليه سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أي سلوك آخر يخالف هذا السلوك يدعو إلى كراهية الناس خصوصا كراهية من يختلف معنا في العقيدة في المذهب في القومية في العرق في الدم في أي في البلد هذا ليس من الدين. لأنه أحيانا يحاول أصحاب المصالح الخاصة يقنعون المسلمين بعض المسلمين من يؤثرون عليهم بأنهم ماذا بأنهم أصحاب مشاريع دينية أصحاب مشاريع إسلامية. أنا هذا قاعد يسوي فيلم وخسران عليه 12 مليون وهذا ينصر مذهب أهل البيت وينصر قضية إسلامية وينصر هذا ظاهره الرحمة لكن باطنه ماذا باطنه العذاب باطنه كم دم بريء سيراق بسبب شتم الآخرين والنيل من مقدسات الآخرين. القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى بر والتعامل بالإحسان حتى مع غير المسلمين فضلا عن المسلمين مع غير المسلمين. إن الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. من هؤلاء الذين يقصدهم القرآن الكريم في هذه الآية؟ حتى مو أصحاب دين حتى مو النصارى ولا اليهود إنهم المشركون في مكة. المشركين هم خصوم المسلمين. القرآن يخاطب المسلمين يقولهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. من اللي ذولا اللي أخرجوا بعض المسلمين من ديارهم؟ المشركين في مكة. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
أن تبروهم، تتعاملون معهم بالخير، تنطلقون بالتعامل معهم من قاعدة الإحسان المعروف، وأن تتعاملون معهم بالعدل والقسط، مو لأنه هذا غير مسلم أو من غير طائفتي أو من غير مذهبي إذن هو مستباح الدم، مستباح العرض، مستباح المال، مستباح لا أبدا. أن تبروهم وتقسطوا مع أنهم مشركون، كيف بالأصحاب الكتاب وكيف بالمسلمين وكيف إذا كان المسلمون أيضا من نفس المذهب الذي أنا أؤمن به وأعتقده. لابد أن تكون القاعدة بالتعامل فيما بيننا، هذه الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن في الحقيقة يوصلها للبشرية جمعاء من شعيرة الحج، أن يجتمع المسلمون على مختلف توجهاتهم بممارسات وسلوك واحد، سلوك متفق عليه بين جميع المسلمين. فإذا هذه الرسالة التي أراد أن يوصلها لنا الله سبحانه وتعالى بتشريع الحج، وكما قلت أي تصرف آخر يخرج بالإنسان من هذا السياق هو تصرف غير ديني، تصرف غير إسلامي، حتى لو وضع له صاحبه 1000 شعار وشعار يبقى هذا التصرف تصرف بعيد عن الإسلام وبعيد. ليس من حق أحد أن يصنف الناس، أن يحكم على هذا بالكفر ويحكم على هذا بالإيمان. الكفر والإيمان إخواني الأعزاء أخواتي الكريمات، الله سبحانه وتعالى جعل الأفضلية عنده يوم القيامة، أرجو التركيز وأرجو الانتباه إلى هذا المعنى، الأفضلية يوم القيامة من أفضل من منه في حياتنا الدنيا؟ هذا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله، عند الله مو عندنا احنا. ليش؟ لأنه نحن لا نعلم بالتقوى. التقوى أمر داخلي، أمر جواني، أمر باطني. التقوى هو الوازع اللي يحمل الإنسان، اللي يمنعه عن العمل القبيح، عن معصية الله عز وجل. التقوى هي محبة الله عز وجل. التقوى هي حذر الإنسان من أن يعصي الله عز وجل. هذا الأمر لا يعلم به إلا الله عز وجل. إحنا بالحياة الدنيا ربما تشوف لك إنسان دائما يجي وياك للجامع ويصلي ويصوم ويطلع وياك ويجي ويمارس الشعائر وكذا، لكن ربما لا تقوى له. إذا حصل الحرام ما يتورع عن الحرام، يظلم من هو تحت يده، فإذا هو غير متقي. فإذا التقوى لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولذلك الله اعتبر أن مقياس التفاضل عنده هو التقوى. أما عند البشر المقياس مختلف، بعد مو تقوى هنا ما إلي حق أقول هذا أكثر تقوى من هذا وهذا أكثر إيمان من هذا، هذا مؤمن وهذا غير مؤمن أبدا. شو أنا أعرفه إذا من الظاهر ومن الأعمال؟ فأحيانا شمر بن الجوشن أيضا كان يصلي، وعبد الرحمن بن ملجم أيضا كان يصلي. الخوارج اللي كفروا علي بن أبي طالب وأرادوا أن يقتلوا علي بن أبي طالب ويتقربوا إلى الله بدم علي بن أبي طالب كانوا يصلون ويصومون أكثر من عندنا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله حين تنبأ بخروجهم، قال تستحقر، يخاطب أصحابه يقول لهم تستحقر أحدكم إلى جنب صلاتهم. صلاتهم مضبوطة، صلاتهم دقيقة، بالأسحار لا ينامون الخوارج. فالظاهر والسلوك اللي واجهوا الحسين يوم عاشوراء كلهم كانوا يصلون ويصومون، كلهم كانوا أهل مسجد وهاد صلاة وقرآن وصوم، مو القضية أنه هذا يصوم وهذا يصلي وهذا. فإحنا اللي نشوفه نشوف الظاهر، الظاهر لا يدل على حقيقة الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال المقياس عندي باعتباره يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فقال مقياس التفاضل عندي هو التقوى. أما مقياس التفاضل عند البشر، خير الناس من نفع الناس.
الأفضل عند البشر هو اللي يخدم الناس، اللي يقدم خدماته، اللي يقدم المعروف ولو بكلمة طيبة، اللي ينصح الآخرين، اللي يخفف عن عن آلام الآخرين، اللي يساعد المحتاج، اللي يحل العقد، اللي يقدم تجربته للآخرين حتى ينتفعوا بها. هذا أفضل الناس، خير الناس، من نفع الناس. مقياسنا في الدنيا هذا، مقياسنا في الدنيا مو هذا يصلي وهذا ما يصلي، لو هذا صلاته أكثر من هذا، لا. من اللي ينفع؟ من اللي يتعامل بالإحسان مع الناس؟ من اللي يعفو عن المسيء؟ من اللي يسامح المذنب؟ من اللي يتعالى عن الصغائر؟ من اللي يتنازل عن حقه من أجل رأب الصدع ومن أجل الإصلاح ذات البين؟ هذا هو الأفضل. فهذا المقياس هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا هذه الخطبة الأولى، بعد خطبة ثانية أقصر منها إن شاء الله ما نأخذ من وقتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم نعوذ بك من الهوى، ونعوذ بك من الشياطين، ونعوذ بك من طغيان الأنا في أنفسنا. اللهم إنا نسبحك ونحمدك حمدا كثيرا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل طاعة ترضاها، وأن تجنبنا كل معصية تغضبك وتسخطك. إخواني الأعزاء، أخواتي الكريمات، من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة في المهجر وفي الغرب تحديدا، أكبر التحديات هو التحدي التربوي، تحدي التربية، تحدي التواصل، حتى تكون العبارة أدق، التواصل مع الأبناء. هسه الأبناء ذكورا أو إناثا، لدينا مشكلة، ومشكلة كبيرة في لغة التواصل فيما بيننا. أغلب الأحيان تكاد تكون هذه اللغة مقطوعة. صحيح، الولد ذكرا أو أنثى هو يعيش مع أهله، لكن هو ليس معهم، هو في بدنه فيزيولوجيا معهم، لكنه فيزيولوجيا ليس معهم، نفسيا هو ليس معهم، لا يعرفهم ولا يعرفونه. هو ما يعرفهم، شو يفكرون، شلون عايشين، شنو قناعاتهم، شو يريدون، ما يعرف شنو المنهج اللي ماشيين عليه، المنهج اللي يتعاملون به مع ما عارفه، ولا هم عارفين أيضا ابنهم أو بنتهم، ما عارفين هذا شلون يفكر، شنو همومه، شنو مشاكله، شنو طموحاته، شنو الأشياء اللي تشغله بحياته، أولويات حياته شنو، رغباته بالمستقبل، وضعه، كل شيء ما عارفين عنه. هم يشوفوه يدخل إلى البيت ويشوفوه يطلع من البيت، أكثر من هذا كل شيء ما يعرفون عنه. لغة التواصل تكاد تكون مقطوعة. إذا قطعت لغة التواصل بين الآباء، حينما نقول الآباء أقصد الآباء والأمهات، مع الأبناء، هنا يبدأ الضياع. يبدأ الولد أو البنت وين راح يلجأ؟ راح يلجأ إلى من يفهمه، إلى من يقدره، إلى من يتناغم مع مشاعره. ولذلك وين يلجؤون شباب؟ الشباب اللي انقطعت لغة التواصل بينهم وبين أهلهم يلجؤون إلى الشلل،
ولذلك يشوف شيء للشباب بعد ما يلجأ الأهله ما يلجأ الأمه وأبوه ينفتح معاهم يشكي لهم همومه يطلب مساعدتهم لا أبدا هو في معزل عنهم يروح إلى زين وهنا تبدأ الخطورة وتبدأ المشاكل وإلى آخره وما تعلمون به أكثر مما أعلمه أنا ربما في هذا المجال. من أكثر ما يخلق حالة القطيعة طبعا أسباب كثيرة تؤدي إلى هاي حالة الانفصال بين الآباء وأبنائهم. من أكثر ما يؤدي إلى هذه الحالة هو حالة الانفصال بين الأم والأب. هاي حالات الانفصال اللي يصير، حالات الطلاق اللي يصير للأسف الشديد البعض نظرته ضيقة سواء كان من الأمهات أو من الآباء، نظرته هواية ضيقة ونظرته لا تخلو من الأنانية أيضا، لا تخلو من الأنانية. ليش؟ لأن هو يفكر بمصلحته، يفكر أنه أنا ما مرتاح مع شريكي فأنا ينبغي أنه أتخذ موقف من شريكي. أما أن هذول الأطفال اللي راح يكبرون وبالضرورة يعني إذا تريدوا تقولوا لي أنه فلان وفلان من الأولاد من الشباب اللي نشأوا وكبروا عند أحد الأبوين إما عند الأم أو عند الأب وطلعوا ما شاء الله عليهم صالحين ولطيفين وكذا، فهؤلاء استثناء، احسبوهم وحسبوا غيرهم وشوفوا النسبة، هذول استثناء والاستثناء لا يقاس عليه. غالبا غالبا من يفقد جو الأسرة، الطفل اللي يفقد جو الأسرة، جو العائلة، حالة الانسجام، حالة التفاهم، حالة المحبة بين طرفي العائلة، غالبا يتعرض إلى هذا المصير. طيب إذا حدث الانفصال، طبعا بعض الأمهات تستهين بهذا المعنى، كثيرا كثيرا يستهينون البعض بهذا المعنى أنه خلنا نفصل عنه مو مهم، شي اللي يصير خلي يصير. واللطيفة الأغرب من هاي، ولذلك أوصي شبابنا وأنبههم، الغريب أنه تيجي للأب أو للأم يقول لك والله إحنا من أول أيامنا ما كنا منسجمين وهم عندهم 3 أولاد. طيب إذا ما منسجمين ليش سويتوا أولاد؟ ليش ما تأكدتوا إلى أن توصلون إلى مرحلة تقولون إحنا خلص إحنا الآن أصبحنا متفاهمين منسجمين وإحنا قادرين على إعالة الأطفال الآن؟ إيه خلي سنة وسنتين وثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين وست سنين وعشر سنين أن يطلع طفل يعيش بجو أسرة، ينعم بجو أسرة بها حنان بها انسجام أفضل مما أسوي لي 3 أطفال 4 أطفال 5 أطفال وهم يعيشون حالة الحرمان من هذه الأجواء ويعيشون حالة البعد عن أحد الأبوين. طبعا وين تكمن المشكلة؟ المشكلة إذا صارت هاي الحالة، حالة الانفصال بيننا وبين، لأنه تحدثنا عن حالتين للانفصال، حالة سبب اللي هي حالة الانفصال بين الأم والأب، وحالة مسبب اللي هي حالة الانفصال بيننا وبين أبنائنا. طبعا لها أسباب كثيرة لا أستطيع أن أتطرق لها بهذه العجالة. إذا حدثت هذه الحالة، حالة الانفصال، ولذلك دائما أسأل كل ما أريد أنتقل جرني هاي، لأن هاي موضوع كلش مهم، يعني موضوع يتعلق بالصميم من أبنائنا. انفتحوا على أبنائكم، تفاهموا معهم، تحملوهم، تحملوا أذيتهم، تحملوا مشاكساتهم، تحملوا شغبهم، تحملوا مخالفاتهم، تحملوا معصيتهم، تحملوا انحرافهم، تحملوا كل شيء، لكن انفتحوا عليهم، لا تخوفوهم. خلي بنتك تطمئن، تجي عندك وتبيح بما عندها وما يهمها وبأسرارها لك، وخلي ابنك يطمئن يجي يحكي لك ما يهمه وما، حتى لو ما يعجبك، حتى لو الكلام تعتقد هذا مخالف للشرع، مخالف للعرف، تحمل أنت أحسن مما تقطع التواصل معه. إذا قطعنا التواصل معهم وين يجينا هنا؟ يجينا هنا التحدي الأكبر. 3 تحديات تواجه أبنائنا، سأشير لها بسرعة وأترك الموضوع لكم وأختم حديثي. التحدي الأول تحدي الشذوذ. الآن الشذوذ جاي يطرح لأبنائنا. الآن أبنائنا ترى ينظرون للشذوذ مو مثل ما ننظر له إحنا. إحنا عندنا خلفية، إحنا عشنا
عقود من الزمن ننظر لهذا الأمر على أنه أمر قبيح لا يمكن أن يخطر على بال إنسان، ولا يمكن وما كنا نتصور أنه ممكن هناك إنسان يعلن بهذا الشيء. أولادنا جاي يواجهون إعلان بهذا الشيء وتفاخر بهذا الشيء، والدولة والإعلام والمجتمعات ويوم على يوم جاي يروضون المجتمعات على قبول هذا الأمر وعلى أنه أمر واقع، وبالتالي أولادنا يواجهون خطر حقيقي إذا ما نهتم بالأمر منذ طفولتهم نخسرهم في الكبر ولا تحين مندم. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني تحدي الإلحاد. تحدي الإلحاد، الآن موجات الإلحاد تمشي في صف حالة الشذوذ، الدعوة إلى الإلحاد، التشكيك بكل أمر فيه جنبة دينية، فيه جنبة ربانية، فيه جنبة غيب، هناك تشكيك به، هناك شبهات، هناك نعم الشبهات من حق أولادنا، إذا عنده شبهة لابد أن نجد لها حل. هسا إذا أنا ما أعرف شيء أحيله إلى شخص آخر، أحيله إلى مصدر آخر يوجد عنده الجواب. فالتحدي الثاني تحدي الإلحاد، ومشكلة الإلحاد ما يتوقف عنده، هي منظومة، إذا انهارت المنظومة تقوم بمكانها منظومة أخرى، إذا انهارت منظومة الإيمان بالله سبحانه وتعالى كل القيم التي ركبت على هذه وتأسست على هذه المنظومة ستنهار، وبالتالي تنشأ منظومة قيمية أخرى، منظومة الإلحاد منظومة أخرى مختلفة عن منظومة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا التحدي الثاني. التحدي الثالث تحدي المخدرات. المخدرات أيضا المجتمع البشري الآن بدأ يسوقها تدريجيا بطريقة محببة، بطريقة غير لافتة غير صادمة. فأولادنا أيها الأخوات الكريمات الإخوة الأعزاء حقهم علينا أن نحذر، أن نربيهم تربية صالحة، أن نبحث عن أنجع السبل وعن أفضل المناهج التربوية. والآن الحمد لله بركة وسائل التكنولوجيا أشكال وألوان، عندك يوتيوب، حتى اللي ما يقرأ ويكتب بعد بسهولة يقدر يطلع الشيء اللي يريده ويستفيد ويسمع، وبالتالي هؤلاء أمانة في أعناقنا، إذا لم نهتم بهم في صغرهم سنندم عند كبرهم حينما تكون أو حينما يختاروا طريقا لا يرضينا ولا يقر عيوننا ولا يسعدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يدع لنا بحق هذا اليوم وبحق تلك المواقف المشرفة أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شافاه، ولا حاجة لنا إلا قضاها بحق محمد وآل محمد. اللهم اصلح لنا ما أهمنا من أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا سواء السبيل. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وأنتم بأتم الصحة وأحسن الأحوال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.